مرة أخرى الإجادة على منصة التكريم. التسجيل مفتوح الآن في جوائز عمانتيل للإجادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسختها الثالثة. فوزك بهذه الجائزة قد يكون انطلاقة ودفعة جديدة لأعمالك لتنال التقدير الذي تستحقه أعمالك. سجل الآن. للمزيد من التفاصيل عن فئة الجائزة وكيفية المشاركة تفضل بزيارة www.omantel.com/smeawards. يغلق باب التسجيل بتاريخ 20 نوفمبر 2014. العماد للعطور، متخصصون في دهن العود والعطور الشرقية. العماد للعطور اسم جديد في عالم العطورات الراقية. منتجاتنا عطور تشعرك بتميز آخر. جديدنا دهن عود كلاكاسي الراقي. بمناسبة عيد الأضحى خصم 20% على جميع منتجاتنا. تفضلوا بزيارتنا في ولاية صحم بجانب الديوان للأحذية. وللمزيد اتصلوا بنا على 220-111-00-220-11-100. جرب متعة التميز مع العماد للعطور. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ليل والسماء ونجوم. اسهر معي كأن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. اسهر معي كأن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. وما دام في صوتك شعر، عطني وعد تبقى هنا. ليل وسما ونجوم، ليل وسما ونجوم. وما دام في صوتك شعر، عطني وعد تبقى هنا. ليل وسماء ونجوم. مساكم الله بالخير مستمعي الكرام، وحياكم الله في عذب القوافي وليلة جديدة من الشعر والإبداع وعذب الحروف. مساء الأحبة المتابعين أينما كنتوا، نسافر معا إلى غيم المعاني ونبض القصيد في ليل وسماء ونجوم، ورحلة جديدة إن شاء الله مع ضيوفنا اللي راح يمتعونا بإذن الله في محطاتكم المختلفة وحديث الشعر ولغات الروح. كونوا معنا إن شاء الله من الآن حتى العاشرة عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وإن شاء الله نتواصل مع ضيوفنا في محطات مختلفة. والليلة طبعا ضيوف جدد راح تتعرفون عليهم، وراح إن شاء الله تبقون معاهم في هذه الأمسية الجميلة. راح يكون نظيف الأستوديو عموما الليلة هو الشاعر الجميل حمود بن وهجة، فكونوا معنا ومع ضيوفنا أيضا الرائعين اللي راح نعرفهم إن شاء الله، وإحنا في انتظار متابعتكم. أصيلة سهيلية وأيمن بن محمد الحبسي. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق الله بأحبابي. مساء غير وصل الطير يحكي به عن اللي مسكنه جفني وأهدادي. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق الله بأحبابي.
هلا باللي أحبه كثر تعذيبه وكثر ما هو يغيب وكثر ترحابي حبيبي هو ولو ما قصر الغيبة ولو عن بسمتي قد طول غيابي أعرفه زين وأعيتني أساليبة عدوي يوم ويوم أقرب من أصحابي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي ترغيبه وترهيبه يفارقني وهو واقف على بابي بها الصادق بها الغارق فكاذيبه يبي بعدي ودمعه بلل ثيابي بها القسوه بها الرقه بها الهيبه بها الضعف القوي بها نشوه غضابي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي يصيب العطر بالريبة يقول العطر أنا زايل ويبقى بي هلا باللي يقول الورد وشليبة من المهدى أنا أوهو لأطيابي هلا باللي علي يكسى وما ريبة هلا باللي أبد ما لا العتابي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي هلا باللي تحبه كل أسبابي مساء فاك كل الشعر ترحيبة بجيت من سكن جفني وأهدابي مساء فاك بالإحساس والطيبة مساء ما يليك إلا بأحبابي موجز أنباء الشعر الليلة وضمن إطار الفعاليات الثقافية الأسبوعية تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع البريمي جلسة حوارية حول نظرية التأثير الإعلامي يقدمها الكاتب شاهين البلوشي
الشاعر الكويتي حامد زيد يتعرض للاعتداء بالضرب والشروع بالقتل من مجهول من أمام إحدى المراكز التجارية في الكويت. انتخابات جمعية الشعر البحرينية في 29 من أكتوبر الجاري. وأنباء عن مهرجان شعري يجهز حاليا بالكويت بتنظيم نسائي، وتكون دورته الأولى خاصة لشاعرات الكويت فقط، والدورات القادمة بمشاركة خليجية. فقدت الساحة الشعرية الخليجية والعربية خلال الأسبوع الحالي 2 من شعرائها الشباب ونجوم شاعر المليون أثر نوبة قلبية، وهما الشاعرين سعيد الحفيتي من دولة الإمارات والشاعر طلال الشعلان من سوريا رحمهم الله رحمة واسعة. برنامج أسبوعي جديد يخدم شعراء الساحة الأدبية باسم انستغرام شاعر، يعرض بشكل يومي على قناة الأصايل الكويتية، يقوم بالدخول بانستغرام الشاعر بالاتفاق معه ويتم عرض أجمل 15 كليب. الشاعرة العمانية سارة المسعودي ترد على منتقدي الشعر العماني بعد جائزة أثير: أراكم فعلا شر البلية ما يضحك. عموما وصلنا لنهاية موجز الأنباء، ونتواصل في ليل والسماء ونجوم. ومثل ما تعودنا أن تكون محطاتنا الأخبارية من دول الخليج أيضا حول أخبار الساحة الأدبية هناك، الليلة أخبار الساحة الإماراتية مع الشاعر والإعلامي عبد الرحمن المريسي، وأيضا آخر المستجدات في الساحة الأدبية من أخبار شعرية وأدبية وثقافية أيضا. يسعد مساك طبعا الزميل عبد الرحمن، وحياك الله معنا في ليل السماء ونجوم. ومساك أسعد أيتها الشاعر الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا أهلا وسهلا بك، أنا أشكركم على البرنامج الجميل ليلة السماء ونجوم طبعا، واللي تقريبا جميع الشعراء يتابعوا سواء فيه من أخبار وضيوف، وأنت مقدمة مميزة صراحة. الله يسعدك يا رب، تسلم من ذوقك، وأنا سعيدة جدا بهذه المتابعة وهذا برنامج الجميع. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. بخصوص الساحة الإماراتية طويلة العمر، طبعا تقريبا ما نقدر نحصرها لكن نقدر نحط عناوين بسيطة. طبعا الحين تنطلق عندنا في العين برنامج عطاء وبرنامج قوافل ثقافية. بتكون في العين طبعا هي احتفالات تراثية، من ضمنها بيكون فيها بتقام أمسيات، للحين يعني بعدهم ما أفصحوا عن أسماء الشعراء الموجودين، لكن وزارة الثقافة بتقيم هناك أيضا احتفالات لتواقيع دواوين الشعراء اللي أصدرت هذه السنة من وزارة الثقافة، والشعراء بيكونوا موجودين هناك في العين. وأيضا عندنا معرض الكتاب في الشارجة، بيتواجد فيها أسماء كبيرة من الشعراء. بما أن احنا في الشارجة طبعا عندنا بيت الشعر الشعبي، بيت الشعر الشعبي يقوم بتحضيرات لمهرجان الشارقة للشعر الشعبي اللي هو بيكون طبعا شهر 2. إذن رح يكون في بعض الأمسيات المبدئية الحين. أما في بيت الشارقة، بيت الشعر اللي تحت رئاسة محمد البريكي، طبعا أقيمت أمسيات لأستاذ إبراهيم محمد ومؤيد الشيباني، كانت يوم الثلاثاء اللي طاف، وأيضا احتفالية شعرية تكريما للشيخة عائشة بنت محمد القاسمي أميرة العلم، وشاركت فيه نخبة من الشاعرات. كانت مساء تاريخ 19 أكتوبر في هذا الشهر. وأيضا كانت أمسية الأستاذ يوسف عبد العزيز والأستاذ عبد الله أبو بكر، كانت أمس الساعة 7 مساء. واللي الجدير بالذكر في الساحة الإماراتية أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أقام أو افتتح إذاعة الأولى، الإذاعة اللي تخدم التراث وتخدم الشعر بشكل عام. جميل، وإحنا نبارك أيضا انضمامك لها يا عبد الرحمن. الله يبارك فيك إن شاء الله إذا مقدارك. أيضا ما يذكر في الساحة الشعرية ما تخدمها هذه، طبعا مركز حمدان بن محمد يخدم كثيرا الساحة الشعرية، وما قدمته إذاعة الأولى برنامج الشاعر سالم الزمر، اللي هو برنامج عذب الكلام
برنامج يذكر فيه القصائد القديمة وأيضا يسرد الشعراء شباب. وعندنا أيضا برنامج فراخ الهوى. فراخ الهوى اللي هي الأبيات البسيطة اللي تقال قديما وتحفظ في الصدور، مو يعني القصائد الطويلة. عجبني العنوان فعلا، فعلا العنوان في تراث الفراخ هذه، يعني أكيد يعني كلمة كثير محلية وجميل أنها تدرج يعني ضمن البرامج الشعبية. نعم هي نعم فراخ الهوى. هذا البرنامج مو كباقي البرامج الشعرية، لا هذا شعبي قديم. حتى الشاعر يوم يستضاف أو يوم يسأل يتكلم بس عن أبيات تحفظ في الصدور، يعني بسيطة 4-5 أبيات يعني قالها في موقف أو في شيء معين، فهذه تحت مسمى فراخ الهوى. هذه البرنامجين طلعوا في الساحة الإماراتية الحين جديدة تخدم الساحة الشعرية. طبعا اللي هي القنبلة أو الانفجار اللي طلع في الساحة الشعرية اللي هو برنامج البيت. نعم لو بنتكلم عنه طبعا ما بنصح عن كل المعلومات، لأن البرنامج توه ما انطلق. البرنامج الحين طبعا برعاية مركز حمدان بن محمد وقيمة بعض الاجتماعات، والحين بينطلق إن شاء الله قريبا بعض الاستعدادات. وأيضا تكلموا في تويتر أن خلاص تمت التجهيز، تم اختيار لجنة التحكيم والناس القائمين على برنامج البيت مع بعض التغييرات في هذا البرنامج. طبعا هذه جهة اللي هي الإعلامي، الإعلام المرئي وأيضا المسموع. أما عن المجلات الشعرية، المجلات الشعرية لا زالت عندنا مثل طبعا المعروفة مجلة جواهر وغيرها من المجلات وكل الأسرة. المساحة موجودة لكل الشعراء، ولكن صارت انتفاضة في هذه السنة وفي هذه الشهور الأخيرة اللي هي تحرك الشباب، وصار الإعلام يتحرك للشباب، يعني ما ينتظر الشعراء يجوا، صارت فيه برامج تحفيزية يستدعوا الشباب وأخذ إيميلاتهم وأرقامهم يتصلون فيهم ويأخذون. جميل جميل هالمبادرة أساسا من الإعلام نفسه أنه فعلا يبحث عن يعني الشباب، لأنه في بعض الشباب هم من نفسهم ما مشغلين عن نفسهم أنهم يتوجهون إلى الظهور والتواصل. وهذا الحل اللي شفناه. وطبعا في شيء بذكره يعني لأول مرة بذكره في برنامجش أنتي، يعني ما ذكر أصلا لأن بعدنا شغالين عليه. إن شاء الله بإذن الله مركز حمدان بن محمد بيطلق شيء إن شاء الله، ولكن بعد قيد الدراسة اللي هو المبادرة الإعلامية للشباب، أو بيسووا مكان مقر. يكون هذا المكان ملجأ للشعراء وأيضا توصيلهم للإعلام، يعني حلقة توصل بين الشعراء والإعلام إن شاء الله. راح يكون لشعراء الإمارات أم هناك راح تكون في سبحان الله في رؤية أنه تكون يعني مظلة لشعراء الخليج؟ لا هي مظلة لشعراء الخليج اللي موجودين في الدولة هنا، اللي موجود يعني في مثل الإمارات. مثل ما تقولين هذه هوية شعرية هنا موجودة، لكن ما تختصر فقط على المواطنين، لكن لكل اللي موجودين هنا. تعرفي يوم شيء يبدأ صحيح. لابد ينطلق من الأفكار أكيد بتتوزع وبتتوسع بعد ذلك صحيح إن شاء الله. نعم جميل جميل يا عبد الرحمن. طبعا حاولنا أن احنا نجيب رؤوس الأقلام بشكل مبسط بعض الأخبار يعني وإن كانت بسيطة. ما قصرت بالعكس، كفيت ووفيت وما شاء الله عليك يعني، وإن شاء الله رسالة قادمة تكون معك من دولة الإمارات. الشاعر والإعلامي عبد الرحمن المريسي، ألف شكر لك ولهذا الحضور ولهذه الرسائل الجميلة، كل الشكر لك. شكرا شكرا شكرا. تسلم. حياك الله. حياك الله. إذن مستمعينا متواصلين معاكم في ليل وسماء ونجوم، مثل ما قلنا أن الليلة ضيف الاستوديو الشاعر الجميل حمود بن وهجة. حمود وصل، ترى حمود موجود، وإحنا حابين أنه مدام حمود وصل إذن بيدخل معنا بالاستوديو مع وجود طبعا ضيوفنا اللي رح ناخذهم إن شاء الله بالاتصال. بناخذ فاصل وراجعين ونتري رسالكم على رسائلكم على 90456 أو أيضا على حسابنا في تويتر @شباب راديو مان أو على هاشتاج ليل وسماء ونجوم. وبعد شوية نتواصل إن شاء الله معاكم بعد الفاصل. يا ذا المسافر حبيبي يشفي عذاب المن، اذكر حبيبي إني ودك واعطف عليه وحن. يا ذا المسافر حبيبي يشفي عذاب المن، اذكر حبيبي إني ودك واعطف عليه وحن. يا سيدي هذه الحقيقة البعد ما يقدر أطيق، يا سيدي هذه الحقيقة البعد ما يقدر أطيق، وبكل دقيقة ودقيقة
لي وتعن. يسبحني ويمزيني متعود على صوته يسبحني ويمزيني حبيبي متعود أنا أشوفه أقرب من نظر عيني متعود أنا أشوفه أقرب من نظر عيني حبيبي عزة والله عزة وذكرى كل حزه عزه والله عزه وذكرى كل حزه كل ما يمر طريق اوله وافكر فيه كل ما يمر طريق اوله وافكر فيه وكل دقيقه ودقيقه يطري علي ويعن كل دقيقة ودقيقة يطري علي ويعين يطري علي ويعين يا المسافر حبيبي يا شي عذاب البيت حبيبي لي ودك واعطف عليه يا المسافر حبيبي يا شي عذاب البيت واطف عليه وحن حبيبي من ساعة ما ودعته وأنا مفارق روحي من ساعة ما ودعته وأنا مفارق روحي حبيبي ومن غيره في هالدنيا يهنيني ويرد روحي ومن غيره في هالدنيا يهنيني ويرد روحي حبيبي حياتي هو حياتي بفراقه أحاتي حياتي هو حياتي بفراقه أحاتي بالحيل أنا هو مقدر على فرقه بالحيل أنا هو مقدر على فرقه وبكل دقيقة ودقيقة يطري علي حياكم الله مستمعين الكرام وبلا شك متواصلين وياكم في الليل والسماء ونجوم مثل ما قلنا النجوم والرائعين والشعراء الليلة متواصلين معنا في هذه المحطات المختلفة وإن شاء الله استماعكم بلا شك راح يكون أيضا مميز من خلال شعراءنا أحمود بن وهجة طبعا عرفته الساحة من خلال مشاركاته من خلال تواجده الرائع في الساحة مشاركته الأخيرة في برنامج شاعر المليون بعدها شويات اختفى لكن ربما في أشياء قاعد يحضرها شاعرنا وبالتالي حمود يعتبر من أبرز الشعراء الشباب اللي طبعا يعني يعتبر من النجوم أنا قاعدة أقول هذا الكلام وموجود الحين في الاستوديو فقرته ما فينا احنا ننتظرها نقول بعدين دام انه وصل نقول لك مساء الخير حمود وحياك الله
مساء النور والسرور أستاذ أصيلة، وأمسي على المستمعين الكرام في عمان الحبيبة والوطن العربي بكل خير. شرفني أكون الليلة معك، وجزاك الله الخير على المقدمة الرائعة. تسلم، وما قلنا شيء، وبالعكس قصائدك هي من تقدمك، وإبداعك ومساهماتك ووجودك وحضورك أساسا، جماهيرتك أيضا جميلة ومعروفة، وإن شاء الله نتمنى لك دائما هذا التواصل الرائع. ويعني ما أدري إيش أقول، ما بغين بمرة إحنا نبدأ في الحوار الساخن اللي نقدر نقوله، بس بعد شاعر المليون فعلا، لأنه كثير من اللي شاركون في برنامج شاعر المليون بعد البرنامج نوعا ما هي استراحة قد تكون، أو أفكار تكون قادمة، ما أعرف إيش السبب. فحمود، بعد شاعر المليون وين كنت؟ وين رحت؟ وين تواصلت؟ وين يت؟ والله بعد مشاركتي في شعر المليون كانت منعطف ومنعرج كبير في تجربتي الشعرية، وحتى في تجربتي في الساحة الإعلامية الخليجية تغيرت كثير أشياء، وأشياء إيجابية بالفعل. لكن الاستراحة زينة شوي، تخفف الضغط عنك، واحد واثنين تراجع حساباتك، وما يعني تمشي وراء الشهرة وراء الأمسيات كثير، الشيء اللي راح يفقدك أنت كشاعر حرصك على النص الشعري. أيضا ما تحرق نفسك، يعني دائما بالضبط. الإنسان لما يكون ظاهر يحاول هذا الظهور أنه يعطي منه خطوات تكون معينة، يقننا يعني، ويحط الأمسيات اللي يحس أنها مناسبة تخدمها وتخدم جمهوره، بحيث أنها علاقة متبادلة الشاعر والجمهور. الشاعر بدون جمهور يعني لا شيء، خلينا نقول. حلو. والشاعر يكتب للناس لأنه هو من الناس، فبالتالي أنا أحاول أني أنتقي الأمسيات الشعرية ولا أرد الناس، أنا ما أقدر أردهم يعني. هذا الشيء يخليك تحت ضغط وتحت إحراج، لكن هم متفهمين. حلو. ترى النجومية هي اللي تجيب لك الجمهور، وبالتالي الجمهور لما يكون بحاجة لك أنت، النجومية معناتك أنك أنت تصير نوعا ما ملك لهذا الجمهور. صحيح، صادقة. وبنفس الوقت أنت أيضا ملك نفسك، فتكون هني ما بين حيرة، ما بين أكيد. نفسك وبين الجمهور، بس صراع أنك أنت تعطي ما بين الاثنين. صادقة، هذا صراع، والحمد لله رب العالمين يعني لحد الحين قادر أني أمسك العصا من النص. وفي القادم أجمل إن شاء الله، في القادم ظهور إعلامي راح يكون نفس الشيء بخطوات مدروسة. ممتاز جدا، احنا هذا اللي نتمناه بالفعل، ونحن يعني ننتظر ايضا رسائلكم على 90456 اي سؤال لحمود او ابيات شعريه ايضا حابين تقولونها، وايضا على صفحتنا طبعا في تويتر @شباب راديو عمان، او على الهاشتاج ليل وسماء ونجوم. نبقى قصيده، ايش رايك؟ مره حار نبي نسمع. تم أنا جيتني عشان عد قصيد. صدق، هو عادة يعني المكان مكان شهر، دائما نحب نسمع شهر أكثر من الحديث. وأهنيك يعني على العودة الجميلة للبرنامج بحلة الجديدة يعني. أنت قاعد تسألني قبل شوي في حني، كنت اشتقتي لهالمكان يا أصيلة؟ قلت لك أنا ما موس اشتقته، يعني حنين أكيد يعني كبير. هذا المكان رائع، وانسجام واضح بينك وبين المايك. الله يعطيك العافية. يعني كلمة لابد أني أقولها يعني، ومن لا يشكر لا يشكر. نعم. أختي أصيلة، أنا هني هالبرنامج بحلته الماضية، كنت موجود قبل 5 سنوات تقريبا. صحيح، كان في البرنامج السابق. نعم، من 5 إلى 6 سنوات تقريبا، وهو بداية ظهوري الإعلامي، أول ظهور لي على كان ذيك الأيام لسه حمود يعني يعني حتى كنت أقول إنه أصغر شاعر، أتصور إني قلت أصغر شاعر اليوم عندنا ضيف بالأستوديو. يعني وكبير بعطاءاته وكبير بكتاباته. طول عمرك. وتظل هكذا حمود يعني. الله يطول عمرك، وخدمني كثير يعني. انطلاقه في الساحة الشعبية العمانية كانت من هذا البرنامج، وأكون شاكر لك يعني لاهتمامك، مش بحمود بس، بكل الشعراء سواء الشباب واللي ما ظهروا واللي يحتاجين فرصة للظهور، وهناك شعراء مبدعين ينتظروا دورهم، وأكيد أنت حريصة على هالشيء. يستاهلون كل الخير، وهذا واجب طبعا. طبعا واجب. سيدي لو تبانا جند بقص الظروف، أو بلاش الظروف، انفز في كل حين، ما نوطي خشوم ولا شعرنا بخوف،
ولا نحب الكتوف ولا نحب اليدين. سلام الله على أهلي وربعي والشعر ديوان، ذياب فعولها بانت ولا بانت مخالبها، مناخر شبر في أقصى مسندم لخشم سمحان، يمر العز من شرق البلاد إلى مغاربها، ركبنا البحر وإحنا أهله ومرينا على الشطآن ونقشنا عمان بي الدير تنكنا نمربها، وصلنا تراب أمريكا بعهد سعيد بن سلطان، ومن حب البحر أطفالنا تصنع قواربها، ونحن أهل نخيل الباسقات وعذقها الرويان، ورثنا حبها منها نعيش وناكل رطبها، ونحن أهل الصحاري والصحاري للبدوبستان، تحت شمس الظهيرة تستريح وتستظلبها، عمانيين حب الأرض عز الدار والسلطان، ثلاث طفلنا يترك حليب أمه ويشربها. سلام الله. السلام العالي.
شاعرة الليل. شاعرة الليل. حياكم الله مستمعينا الكرام، واكيد نتواصل معكم مع فقراتنا المختلفه من ليل وسماء ونجوم. ومثل ما قلنا طبعا الليله حوارنا ومحطاتنا مختلفه. شاعرات الليل لليله تعتبر من ابرز الشاعرات العمانيات، تتميز باحساسها المختلف في بوح القصيده ولغه الباديه التي تعطي نكهه الهيل والزعفران في قصائدها. الشاعره الجميله صالحه المخيبي، يسعد مساك شاعرتنا وحياة شاء الله في ليل وسماء ونجوم. يا هلا يا هلا اصيله، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، الحال طيب، كيفك انت؟ يعطيك العافيه، الله يسلمك، الله يعافيك. يا هلا فيك، تسلمين عزيزتي. يا هلا اختي اصيله، وسعيدين فيك. هذه وانا اسعد صراحه، سعيده جدا. الله يسلمك. برنامجك اول عطر الليل. نعم. ما شاء الله عليك، الى برنامج ليل وسماء ونجوم بوح السهره نسيتي اصيله. هالبرامج اللي هي مسميات لطيفه وفيها لمسات ابداعيه، تهيئ الواحد على جو المشاركه والتفاعل. حبيبه قلبي، برامجكم برامج كل الشعراء اكيد والشاعرات، وحياكم الله في أي وقت، وإحنا سعيدين فيك. وطبعاً أنت من الشاعرات أيضاً العمانيات الجميلات اللي بالفعل مميزة في طرحك، مميزة بكتاباتك، مميزة أيضاً بحضورك ولغتك الشعرية الجميلة يا صالحة. الله يخليك ألف عافية، وجودك الأجمل، يا هلا فيك. تسلمين. صالحة المخيبي أيضاً إحدى شاعرات اللي شاركت في برنامج شاعر المليون، ولربما كانت خطوة أيضاً جميلة ورائعة، وهي خطوة لربما رأيناها لم تتكرر في مسابقات في السلطنة ولا بعد شعر المليون في مسابقات خارج السلطنة. فما أدري هل كان الهدف صالحة أنه تشارك في شعر المليون فقط؟ تجربة شعر المليون، والله في الحقيقة أخي أصيلة بخبرك بظروف وملابسات المشاركة. طيب. طبعا هو في مواسم، كان موسم أول وثاني. نعم. وكذا مواسم مرت أول شيء. نعم. وأنت أصلا ما سألتيني ولا أي شيء عن هالمواسم. أنا والله العظيم أني ولا مرة تابعت هالمواسم. أسمع الناس يقولون في موسم وفي شاعر المليون وفي، أنا بطبيعتي ما أحد أسمع الشعر يعني، بس ولا أحد أتابع قنوات شعرية ولا، بس اللهم أني مرات أشارك، لكن أقرأ، أحب أقرأ الشعر. أو إذا جاني سهل يعني منقول على التلفون أو شيء كذي. أما أني أجلس عند التلفزيون أبدا، ما أجلس على التلفزيون، لا شعر ولا أفلام ولا أي شيء، ما شغل التلفزيون أساسا. نعم. بعدين الناس تموا يقولون لي صالحة في شيء شعر المليون، معقول ما تشوفيني؟ قلت لهم والله ما عرفه ولا شفته ولا شيء، اسمع عنه، اسمعهم يرددون أسماء أول مواسم الأولى، الشاعر محمد بطيس والشاعر تركي الميزاني وغيرهم. صحيح. زين. طيب انت رحتي وانت ما عارفه انت باي موسم رايحه مشاركه؟ لا انا ما شاركت هالموسم الاول ولا الثاني، حتى ما دخلت، ما شفت في التلفزيون، ما شفت. نعم. في الموسم الثالث تموا الناس يقنعوني روحي، لان هناك مسابقات افضل، لان خلاص انا صارت معي يعني مثل ما تقول عزله عن الاعلام وعن المشاركات، لاني فقدت المصداقيه في التقييم هنا. طيب. في عمان. وقلت يعني شفت من قبل من مسابقات في الخليج وخاصه في الامارات ونفس الشيء، فقد الشاعر العماني بغض النظر عن صالحه نوبه ايضا فقد المصداقيه، ما حد يعني يوصل بجهده، لازم واسطه. فكل حد يقول لي لا يا صالحة هناك شعر المليون غير والإعلام غير والنقاد غير، يعني أنت تابعي بس تابعي، يقنعوني بس للمتابعة. بديت في الموسم الثالث أتابع، تابعت الموسم الثالث بعد انتهاء تسجيلات اللي كانت تعاد، وقررت أروح على الموسم الرابع بناء على رغبة الجمهور. أنا كنت أقول حتى في المعلقة اللي سويتي، ومر الموسم الأول مريته وثاني ثم ثالث ما رأينا، ويقنعني أفك اليام شعري قداكم جمعنا عشان خيرينا، يقولوا غير عن نقدا عرفتي، يقولوا غير عن نقدا عرفتي في دار الشيخ زايد فهمينا، فطاغم شاعر المليون لجنة تراها بالنعوت الواصفينا، تدور تنصف الشعر المقصى
ترد الغسل وتنقي السمينة، وني عاد رحت على أساس أن ما عندي شيء سلاح لا شعري، ولما رايحة كنت على الثقة أمه أني بجتاز وبدخل وعادي ما علي من المنافسين أبدا. كنت واثقة جدا بالخطوة اللي أنت رايحتها، شايلة معاكي أشارك وشايلة معاكي تجربتك ودخلتي. أيوة عليك نور، لما شلت شعاري أني ماشي كمنافسة يعني رحت على أساس أنه أشوف هل أجن اللي تقيم واللي تطلع في الصور كان هي يعني تنتقد وكذا. بعدين لما وصلت هناك حصلت شعراء أفضل مني يعني في الحقيقة ومن عمان، وهالشعراء دخلوا مثلهم مثلي وما جازتهم اللجنة حتى الإجازة الأولى، وممكن أني أجازتني بحكم العنصر النسائي أقل أو شيء ما أدري، أو عاد على حسب أن يعني شعري حلو أو مميز أو هيش يعني عجازوني الإجازة الأولى وأني واثقة أنه بيجيزوني. بعدين في كان اختبار في الإجازة الثانية، رحت للاختبار وأني واثقة أنه بيختاروني نفس الشيء. زين ما ترددت واتصلوا علي فعلا وخبروني أني مقبولة في مجموعة 48، ورحت على 48 وانتظرت معهم حوالي أسبوع، وبعدين طلعوا شيء اسمه قائمة 10. هذه قائمة 10 هي اللي تلعبون فيها آخر شيء، يعني كنت من ضمن 48 وكني حاسبين نفسني مع بعض، حتى مع الشعرة ريمية والشعرة الله يرحمه مستورة الأحمدي الشعرة اللي كانوا في الموسم الرابع كلهم. ولما طلعوني يعني كان اللي دخلوا بدلي من القائمة من ضمن 10 ما كان موجود في 48. قالوا لي انت وصلتي بسرعة بسرعة، وفي ناس نرجعهم وفي ناس يرجعون موسمين وثلاثة، وفي ناس ما يقبلونهم أصلا من بداية المواسم. أنت قتلتي بسرعة بسرعة والموسم الخامس تعالي، أنت في الموسم الخامس قبلك أكيد. طيب بعدين رجعت في الموسم الخامس، يقولون رابع الكذاب إنه بالزباب أنا رجعت في الموسم الخامس على أساس أني يعني أشوف يعني هيش يعني ماشي عندي شيء طلعوني عليه، إلا عندهم مثلا محسوبية لفلان أو يعني يعمل الاثنين وطلعت. نعم. إذا كانت مشاركتين كان مشاركتين لك في أيوة في الموسم الخامس طبعا ما قبلوني، بس لمجرد أنهم عشان يسقطوني في الموسم الرابع وكذي، وبعدين كتبت لهم هذيك المعلقة التي شرحتها. صحيح. طيب إذا معناته أنك أنت أساسا ضد شيء اسمه مسابقات وغيرها شعرية، إنما كنت رايحة كتجربة يعني تخوضين تجربة أيوة معينة. تعطي ليش رايحة بالصراحة؟ نبي الصراحة. في إقناع الجمهور واحد، ولأن هني في عمان يعني في ناس عن ناس تأخذ يعني مراكز وتأخذ الضوء وتسحب البساط من تحتك وكذي، وخليت شعري على جنبه وقلت أشوف هالمسابقة يمكن تكون أفضل، ورحت وشفت كل المسابقات فيها المحسوبية وخلاص. إذا يقين أن الشعر ما ينجح بدون واسطة. إذا اللجان سواء هنا أو هناك، هي اللجنة هي لجنة تقييم لكل شاعر. أيوة. في كل مكان وفي كل زمان. طيب شاعرنا حمود بن وهجة موجود طبعا بالاستوديو معانا، وحاب انه يعني يتحاور معك او حاب يسلم عليك. اسعد مساك يا شاعر حمود، حياك، كيف حالك؟ بنعمه، ايش حالك؟ صارك بخير، يعطيك الصحه والعافيه، هلا فيك. ويعني ما يحتاج مدحك وما يحتاج مدحك في وجهك، لكن الكلام الحقي قال يعني صالح المخيب بكر حضرنا له امسيه في ملتقى عمان الشعري وعرفنا صالحة. نعم. ومن قبل وصيتها ذايع وقصايدها ذايعة في عمان كلها، يعني بغض النظر عن المسابقات يعني ما شاء الله عليك، انت واصلة بقصايدك للناس كلها. نعم. والمسابقات أيوة في نهاية الأمر هي معروف بالأسلحة هذه. طول عمرك أبو زيد، تعرف المثل اللي يقول أبو زيد معروف بدون أسلحة؟ أنا تعجبني الثقة ترى على فكرة بصالحة، أنا يعني أنا أراها من الشاعرات الجدا الواثقة الشامخة دائما في شاعر وتستاهل كل خير. وأنا أقول لك يعني ترى الإنسان مو بضرورة إنه يشارك في مسابقة أو شاعر، لا والله على أساس إنه يعني أهم شيء. نعم، احنا حابين نسمع شعر صالحة اكثر من السوا. انضي يا اصيلة، يعني من يوم قلتي لي هالبرنامج وشفت كلمة ليل وسماء ونجوم يا سلام، طلعت كل اللي في الأشيط وقعدت تفتش ايش تبي يا الله عمري. احنا شوفي ما بنسولف، نبغى نسمع كذا قصايد ورا بعض. نسمع اول شيء اللي عندك اللي حضرتي لنا. بجيب لك قصائد في مواضيع شتى، يعني ما حاولت اجيب قصائد عاديه، يعني حاولت اجيب قصائد منوعه. طيب
زين جبت قصيدة في القلم بسمعك ياها القلم بين القلم على اعتبار أن أول مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يخلق الكون خلق الله القلم حسب الروايات وحسب ما نقرأ فشق به الكون إلى نصفين سماء وأرض وما زال القلم إلى الآن يعني نكتب وبعد حتى لو تطور العالم لكن القلم يظل شيء يعني ثابت موجود حاولت في القصيدة أبين مزاياه قلت صغير السن في رأس صغير السن سمة القلم طبعا طيب صغير السن في رأسه مجمع قمة الإبداع مطيه للذهن سجل على القرطاس والسطورة قديم من بدا عصر الكتابة في الزمن الأهباء وما زال اليراع بهيبة الشامخ وبحضوره أصم ويسمع النجوى ويرسلها إلى الأسماء وأخرس يفصح التبيان بالتمثيل والصورة رسم نهج الحضارات العريقة ومختلف الأوضاع سياسة واقتصاد ومن بنات الفكر أسطورة ربط عمق التراث بواقع الحاضر مزق بشراع إلى المستقبل المشرق وآماله ودستوره كتب كل بجديات اللغات بحب الاستطلاع قضايا أيديولوجية يترجمها لجمهوره يباري السيف في صيته وذكره في المعالي شاع رفع ناس على ناس وشاد الساس لقصوره دفع خربه أبو الطيب في بيت شاع بالإجماع تعذر عند شوقي وبيح بعجزة وبقصوره إذا عز الفكر قدره سمع نوره سطع بشعاع وإن حط الفكر قدره ظلام الليل ديجوره لألوان طبيعية إثارة لهفة الإمتاع وأشكاله فلا تحصى ولا في العد محصورة عجيب غض أبصاره على وجه الورق خضاع نكس راسه فخر ويحق لك يا محدث الثورة فأول ما خلق ربي القلم ثم أمره وانصاع وقال اكتب مصير كان أو بيكون في دهورة مواضع للقلم في محكم التنزيل خبره ذاع تشرف أنت مقسوم به في أول السورة سلامتك سلام صح لسانك تسلمين شعرتنا ما قصرتي انزين في قصائد ثانية يعني عدهي متواصلة ولا عندك والله في تواصل أو أسئلة قولي نبي نسمع تفضل أقول هذاك القلم الحين بطلعك على شيء ثاني غير القلم يكون دفتر لا ما بدفتر الحين بتعرفينا بعد شوي طيب أكيد من خلال القصيدة راح يبين المعنى إن شاء الله أقول تباع لوم العالم الدوارة تباع لوم العالم الدوارة بيجاز أو بسحاب أو بثناب تباع دعاية سوق أو تجارة وعروض مرة تجذب الألباب تباع قصيد مرهفات أشعاره تفغيط أو آثار جبر حساب مكشوف هالعالم مع أسراره شتى أمور ما حصاها كتاب أيقونة تويتر شبه منهارة والفيسبوك يسكر الأبواب كل ما خطر في ذلك وأفكاره كل شيء بصراحة يجيبه الواتساب يا سلام صحيح جميل زين أقول كل ما خطر في ذلك وأفكارك كل شيء بصراحة يجيبه الواتساب صيت السبق حدود انتشاره حاز الرضا واستحوذ الإعجاب متفرد الخدمة بسيط إدارة لا يطلب إيميلك ولا الحساب في ظرف لحظة انضغط أزرارة علامتين الصح شل وجاب نابه عيوبي ضبطت أخباره الفورجي تتحمل الأسباب جمع قلوب مبعدة ومن دارة الخاص أو مجموعة الأصحاب تلميح في بروفايل أو إشارة والحالة توضح بلا استجواب افتح على اسم تجيك بشارة هو متصل آخر ظهور أو قاب يا ناس يا عالم ويا سرسارة برودكاست مطول وجذاب والحظ للمكار والمكارة يخفي الظهور ولا عليك اعتاب أمي الكتاب
أقول يا ناس يا عالم ويا سرسارة، برودكاست مطول وجذاب، والحظ المكار والمكارة اخفى الظهور ولا عليك اعتاب. أمي الكتابة ما نزل مقدارة، أمي الكتابة ما نزل مقدارة، ولا راح صف المدرسة ولها بخط بيمين الحرف ثم بيسارة. وكم حسن الإملاء لدى الطلاب، وفي موجز قليلا اختصاره، جمهوري الغالي مساكم طاب. يعطيك العافية. شعرتنا الآن من خلال القصيدة يعني نلاحظ أنه تتكلمين عن تقنية كلها الجديدة، الواتساب وتويتر وغيرها. عادة في الأمسيات الشعرية يعني تتناولين النوع اللي بالفعل الجمهور يعيشه الآن، يعني أحيانا يعني الشاعر تجربة طبعا، في قصائد تكون قديمة وأنا أمام جمهور عام 2014، هذا الجمهور لربما أتعايش أنا مع العصر اللي هو يعيش فيه. هل القصائد القديمة رح يكون لها دور أم أخفيها في حال تواجد هذا الجمهور أمامي؟ لا والله بعض هالناس يعني يحتاجون للقصائد القديمة ويطلبونها، ويعني عاد ما أنهم يعني صاروا أن ما فيها تفاعل أو أنهم وصلوا لذيك الدرجة يعني اللي نعم يعني فهم انت تعبيري يعني بحاجه دائما الرجوع للاشياء الكلاسيكيه القديمه، ايضا القصائد التي اظهر منها الشاعر وكان تواجده من خلال هذه القصائد. لا هذيك تلامس القلب، ما خرج من القلب يلامس القلب الا اذا كان احس هالاجيال اللي جايه في المستقبل. نعم. ما اعرف كيف يعني صراحه، احنا كلنا خايفين على القصيده الشعبيه من الاجيال القادمه اللي تقولين عنها. نعم والله. صحيح، ما يفهمون وايد يعني خاصه المصطلحات وذي الاشياء. نعم. يعني تحسينهم تاثروا بشكل وايد، خاصه في المدارس اني مطلع وايد على الطلاب في المدرسه. نعم. واحس حتى كلمات بسيطه كانوا الطالبات قبل كم سنة تقريبا، قبل 10 سنوات. نعم. كان ما يحتاج يرجعن إلى معجم، الحين يرجعن المعجم في كلمات بسيطة كل حديث. إذن تلميذاتك إن شاء الله راح يتعلمون، إذن منك هذا راح تعطيهم حصة كده خاصة عن الشعر. كل يوم يعني مصدع تنهن والله يا أصيل، مصدع تنهن باللغة وبالحفاظ على اللغة وهذه الأمور. بس جميل. أحيانا بغيت أعلق على المشاركات في الجمهورية يعني اللي تكون فيها جمهور وفيها مناسبة. هذيك هي تحتم على الشاعر أن يقولوا لك هاي القصيدة اللي تناسب هالمناسبة. نعم. يعني قصيدة مناسبة، مش قصيدة اللي يحب تلامس جو الجمهور ويحب هي. يمكن الجمهور ما يحب يعني قصيدة على صحيح. عن مناسبة محددة يعني أو فعالية. أنت تخضع الشعر لهذه المناسبة وبعدين تحس أن الجمهور ما يتأثر معه ولا يتفاعل معه. ما خرج من القلب يلامس القلب. نعم. طيب شعرتنا بنسمع شيء وطني، نختم معاك بقصيدة وطنية. سالك طيب. ولا اللي حابة أنت تقولي شيء راجع لك، شوفي اللي تختاريه لنا. بختار لك هذه القصيدة. طيب. منتشرة الحين يعني موجودة وايد. أقول يا رب لي عند أبواب الرجاء مطلب، لا تردني أتوسلك يا رب لعبادي وعمان، أرض فضاها وشعبها الأنجب لك وحدوا الدعوات آمين يا هادي. نشوف سلطاننا فيض الوفاء والحب، العافية لبسه في العيد عوادي، صورتك غرس النبت تسقاب نبض القلب، صورتك غير الصور لا رسم لمبادي، من برقت عيني تقرابك وتكتب، ولليوم حبك سكن في البحر والوادي، تلهق بذكر القصايد بالقوافي تخب، الجرمني سريتها من ساحة بلادي، فريد عصرك لا يا القايد الأهيب، وعزك شموخا بنينا منه لمجادي، والشاهد الله نحبك والغلى الأعجب اللي يصيبك يعور كل الأجسادي، إنا على شوفتك نتلهف ونحسب ونقول يا رب مد بعمرها عيادي، قابوس قايد نعم لكن نحسبها أب، تدرون هذا لأنه شخص مبعادي، ويا رب لي عند أبواب الرجاء مطلب، لا تردني أتوسلك يا رب لعبادي، نشوف سلطاننا فيض الوفاء والحب العافية لبسه في العيد
عوادي وعمان أرض وفضاها وشعبها الأنجب لك وحد الدعوات. آمين يا هادي. آمين آمين يا رب, يا رب. تسلمين شعرتنا, يعطيك ألف عافية وجميلة دائما في حضورك وفي بأهائك وفي كتاباتك وقلمك المتميز. دائما أسعدتينا بهذه اللحظات اللي كنت فيها معانا, وإن شاء الله نلتقي فيك في الأستوديو إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. بإذن الله. أشكرك أولا على هذه الاستضافة الطيبة, وأحييك وأحيي القائمين على البرنامج وضيوف الحلقة والأخوة المستمعين, ووجه لكم تحية ويا هلا فيكم ويا مرحبا. تسلمين شاعرتنا صالح المخيب بحيا إن شاء الله. شكرا لك. يا هلا. لا ذكرنا الشجاعة والفعول العظام في تلاطم أعاصير الظروف انتمينا, راجح الفكر نهجك للإخاء والوئام. نبتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا, نبتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا. السلام رايكم راينا واشهد يديكم يدينا, راينا واشهد يديكم يدينا, منها للعقل سلطان القلوب الهما, العرب يا غيم ظلل علينا, يا حكيم العرب يا غيم ظلل علينا, يا الزعيم الحليم الفتر رجل السلام, رايكم راينا واشهد يديكم يدينا, منها للعدل سلطان القلوب الهما, مبتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا, الفخر يا قابوس منك ابتدينا, لا ذكرنا الشجاعة والفعول العظام في تلاطم أعاصير الظروف انتمينا, راجح الفكر نهجك للإخاء والوئام. لالي 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 رابط الجاش مثلك كالرواسي رسينا, الجاش مثلك كالرواسي رسينا, الوصوف ابتسامة في وصوفك ضخام, من كدارك شموخ العز درع حصينا, من كدارك شموخ العز درع حصينا, ومن كشابك سلاطين الخطوب الجسام, رابط الجاش مثلك كالرواسي رسينا, وصوف ابتسامة في وصوفك ضخام, من كدارك شموخ العز درع حصينا, من كدارك شموخ العز درع حصينا, من شعبك سلاطين الخطوب الجسام, في سما المجد عليت الوطن واعتلينا, طير يسعدك على هالأرض بالخير حام, هذي عمانكم وإحنا بخطاك احتدينا, سير يا بن سعيد ودايما للأمام, باسم المجد عليت الوطن واعتلينا,
المجد علت الوطن واعتلينا خطاك احتلينا سعيد ودايما للأمام مبتدى الفخر يا قابوس منك ابتدينا لا ذكرنا الشجاع والفعول العظام في تلاطم أعاصير الظروف انتمينا راجح الفكر نهجك للإخاء والويام. إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير سيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. خطبت وغروا رفضوني ورحت وطافوا ضربوني لو الديواني يا شليت مكان في يوم ردوني مكان في يوم ردوني. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. النورس أريد النورس أريد النورس أريد أريد النورس النورس أريد النورس أريد أريد النورس بتكون أريد. حياك محمد، اخبارك؟ او ما شاء الله اشوفك فرحان. هي نعم، ما بس فرحان، انا طاير من الفرحه. زين عاد خبرني، خليني افرح معاك، مو مستوي. تصدق ان اشتريت البيت اللي كنت احلم فيه بس في 5 ايام؟ ما معقوله، تحسبني ما اعرف قراءات القروض الاسكانيه وتعقيداتها. انت الظاهر ما زرت بنك ظفار لانك تروم تشتري البيت في 5 ايام بس. امش تجهز كل المستندات المطلوبه وامورك طيبه مع بنك ظفار. يلا روح قدم واشتري بيت واعزمني الاسبوع الجاي. مع القرض الاسكاني من بنك ظفار يمكنك امتلاك منزل احلامك أقل سعر فائدة خلال 5 أيام فقط. اتصل اليوم على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. تطبق الشروط والأحكام. ليل والسماء ونجوم. اسهر معي كن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. اسهر معي كن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. وما دام في صوتك شعر، عطني وعد تبقى هنا. ليل وسماء ونجوم، ليل وسماء ونجوم. وما دام في صوتك شعر، عطني وعد تبقى هنا. ليل وسماء ونجوم. حياكم الله مستمعي الكرام، متواصلين وياكم في ليل وسماء ونجوم، ومع نجومنا ومع شعرائنا، وطبعا معاكم أيضا. لا تقطعون رسائلكم الجميلة على 90456، وأيضا على صفحتنا شباب راديو أمان، أو على الهاشتاج ليل وسماء ونجوم بأبياتكم الجميلة، وأيضا أي سؤال حابين تطرحونه على ضيوفنا بعد شوي في موانئ النجوم. طبعا شاعر، وبالأساس كان فنان أيضا، ويبقى دائما رائع ومتميز. معانا الليلة الفنان والشاعر فارس مهدي. موالي النجوم.
طبعا هو فنان وشاعر عرفته الساحة الفنية والشعرية، اعتزل الفن نهائيا والساحة الفنية قبل 3 أعوام تقريبا. هو شاعر جميل وله لقاءات وحوارات شعرية. الليلة في ليل وسماء ونجوم نسترجع كتابات شاعرنا فارس مهدي ونمسي عليه بالخير ونقول لك مرحبا بك معانا في ليل وسماء ونجوم يا أبو باسل، كيف الحال؟ يا مساء الشعر والفن والإبداع. يعطيك ألف عافية، يا هلا بيك. أرحب فيك يا أختي أصيلة، وأحب أمسي على الجميع بالخيرات والمسرات. الحقيقة يشرفني هالتواجد من خلال برنامجك. يعطيك ألف عافية، الله يسلمك. وأتصور هذا اللقاء الثاني كان في البرنامج السابق، كان أيضا لقاء معانا، وإن شاء الله في كل مرة نسمع إلى صوتك وأيضا نعرف جديدك الشعري هنا نقول. يا أهلا وسهلا بك. نعم، والأول يعني ما بعد كإذاعيا يعتبر اللقاء الأول يعني بعد توقف. نعم، وكان اللقاء الأول فعلا بعد توقفك كان الأول على في التواصل مع مع الجمهور. فارس مهدي، الساحة الفنية اعتزلتها نقدر نقول نهائيا واعتزلت الغناء. الآن والليلة أنت معنا شاعر، وأساساً أنت شاعر وما شاء الله الأسرة وعائلتك كلها شعراء، الوالد وإخوانك ما شاء الله كلكم تكتبون الشعر، والدك أيضاً إعلامي مميز نوجه له كل تحية. فارس مهدي، لو ما كان الفنان اللي طبعاً عرفته الساحة من خلال أغانيه المميزة في تلك الفترة وتواصل كشاعر، سيكون فارس مهدي اللي احنا نعرفه فارس مهدي؟ يعني هل ستكون نجوميتك كشاعر هي نفسها ما كانت نجوميتك كفنان، أم يظل نجومية الشاعر تبقى الثانية على مستوى النجوم؟ الحياة فيها فرص، وأحياناً ما يعني ما تجيك الفرصة زي ما أنت تبيها. فارس مهدي هو الشاعر اللي بدأ في البداية النشر في وقتها، وبعد كده تحول الغناء. هو فارس مهدي نفسه الشاعر. ممكن الجمهور يفتقد حس الأغنية، لكن الأساس المكمل للأغنية هو الشاعر اللي هو فارس بدا فيه. فما اشوف انه في اختلاف، اشوف انه الجمهور يعني متقبل وجود فارس من خلال الشعر. وبالنسبه للشيء القديم اللي انا قدمته، ممكن ان الجمهور يرجع له يعني باب الشعر والفائده وكركيده للحن انه يمشي عليه ويستفيد منه ويتعلم من خلاله بحر من بحور الشعر. فأشوف أن تجربتي السابقة هي مكملة لبعضها البعض. نعم. طيب يعني تركت الفن، هل كان هو رغبة شخصية أم وجدت أنه فارس مهدي اللون اللي يتغنى فيه ما تجد له الجمهور اللي أنت بالفعل كنت ترغب في استماعه؟ اللون اللي قدمته من أميز الألوان اللي نجح فيه فارس مهدي، وأيضا وجود أسماء، في أسماء واصلت وفي أسماء ما واصلت. أشوف أنه كتجربتي أنا هي إيصال قصيدتي. كنت تبغى توصل قصيدتك من خلال الأغنية؟ هذا كان الهدف الأساسي من بداية طرح أول ألبوم. وأنا قادم للساحة بإمكانياتي البسيطة كشاعر، وتولدت من يعني من هالمشاعر حس اللحن والآلة المرافقة له كمجمل فن من فنون الأدب العربي. فأنا أشوف أنها كلها مكملة لبعض. توقفي قناعة شخصية من نفسي، ما كان يعني من البداية يعني
إني أفتح أي باب لأحد في التدخل في شؤون الفنية، لأني أنا صاحب الشأن وأنظر للمسألة مسألة إحساس ومشاعر، وأتأثر بالشيء اللي أقدمه زي ما الجمهور الآن قال يتناقض متأثر، وكل سنة يزيد الجمهور ويزيد العطاء والبحث عن مثل هالأشياء هذا. صحيح. أشوف أنها تجربة مميزة بالنسبة لي. نتمنى أن يكون في خليفة يمشي في هالمسار، يكون مميز في ظل يعني التقنية الآن اللي هي موجودة متوفرة لصالح سائرين الناس. نعم. طيب الآن إحنا بنسمع شعر، يعني الحديث أكيد راح يكون أطول وأطول عن الاعتزال وعن الانتقال أو من ساحة إلى ساحة، أو الخروج من ساحة والدخول في ساحة قد يراها أجمل. فارس مهدي، لا هو التخلي عن إذا تخليت نهائي. نعم، التخلي عن شيء سيرتها الأقدار، وجدت نفسي يعني في هالمكان اللي أعزف آلة العود وألحن وأطور يعني من موهبتي في تواجدها للكتابة الشعر بحد ذاته. جميل. مقطوعة وطنية تقول: يا وطن فيك حاجة، يا وطن فيك حاجة فوق كل وصوف، واغلى شيء بهالوجود. يا وطن فيك حاجة فوق كل وصوف، واغلى شيء بهالوجود، وشيء فايق كل ثمن. فيك مكة وفيك طيبة، فيك أمي فيك أبوي فيك أختي فيك أخوي، وفيك ناس خيرة نيرة بالعقل والتفكير، ترفض الإرهاب والتكفير. فيك مكة وفيك طيبة، فيك أمي فيك أبوي فيك أختي فيك أخوي، وفيك ناس خيرة نيرة بالعقل والتفكير، ترفض الإرهاب والتكفير. ترفض أسلوب الهمج، توقف الدرب العوج، آمرة بمعروف، ناهية عن كل منكر، ناصحة لله مخلصة للدين. ترفض أسلوب الهمج، توقف الدرب العوج، آمرا معروف، ناهية عن كل منكر، ناصحة لله مخلصة للدين. وكل مخطي زعزع الأمن وفتن، وين المصير، الموت ولا في السجن. صح لسانك، جميل. احنا نقول يعني نتمنى بالفعل ان فارس مهدي يرجع للساحة الشعرية، يكون بقوة متواجد، وهذا اللي نتمناه لانك شاعر جميل ورائع، ونتمنى تواجدك ايضا بشكل مكثف. في اسئلة كانت يعني في الوقت اللي بعثنا احنا الخبر في انستغرام او وضعنا الخبر، ما أدري، هنا في سؤال: ليش تحتكر الفنانين الشعبيين بعد ما أسست مادي شركة العثمان؟ هل أنت كانت لك شركة أو شركة فارس؟ ما أعرف إيش السؤال هنا. لا، أنا دخلت وقتها كشريك في هذه الشركة. نعم، طرح إنتاجي، أما إنتاج الآخرين ما كان لك، كنت داعم من باب الأحبة. نعم، ما دخلت عنهم شيء، يعني حتى بحثهم باب الأسماء او الالحان ما دخلت عليهم حاجه، بالعكس وقفت معاهم الاخ سالتهم، ولكن المساله توفي بعض الاختيارات او المجاملات ممكن انها ما ساعدت. واشوف حاليا يعني حتى مساله الاختيار حاليا غير مجديه في ظل تواجد الخدمات، يحتاج ممكن للتركيب او الاداره اللي ممكن توفر له يعني جو يوصل احساسه للجمهور. نعم، جميل. ما احتكرت احد، بالعكس وقفت مع الجميع اخويا، وما زلت يعني بعض الاحبه يواصلوني
ياخذون الراي من باب النص، ياخذون راي من باب اغنيه لحن. نعم. ما انا شايف فيه يعني في اي اشكاليه. طيب هناك في نعم في رسالة أيضا من محمد طبعا الدعجاني، نحن نوجه له تحية بلقب الفارس، وأيضا يقول لي يتمنى أن يرى أمسية شعرية لفارس مهدي في عمان، وإحنا من هنا نوجه تحية طبعا ودعوة لشاعرنا فارس مهدي، إن شاء الله نشارك إخوانا الشعراء العمانيين أيضا في أمسية شعرية في عمان. أبرك الساعات وأنا رحب إن شاء الله في بلدي الثاني. يعطيك ألف عافية فارس. نسمع قصيدة ثانية نختم فيها معك. من الأشياء اللي أرد لها دائم، لوني بغيت أنساك وشلون أنساك، وأنا وقلبي في غرامك مساجين، ما هي حسايف لا غدا العمر وياك ما دام مسكانك من العين للعين. حبيبتي دام اللقى يدع مخطاك، تنور على وصلك دروب المحبين، إن كان قلبي من دون الشوق ناداك، تأكدي بأنك عنود المزايين، ونجيت أسولف بالغلا وأتمناك، أدرادك الدنيا ورود بساتين، ما مر ليلا ما سهرتها بذكراك، وانتي احسك داخلي تستريحين، تكبر وتكبر في عيوني مزاياك، شيء اشوفه فيك لو ما تقولين، يا عشقتي يا ضحكتي كيف بنساك، وانا وقلبي في غرامك مساجين. سلام الله صح لسانك. وبالفعل هذا الإبداع نتمنى أنه يتواصل في الساحة الشعرية شاعرنا فارس مهدي الفنان طبعا سابقا، ونتمنى بالفعل أن نراك هكذا ما بين أخوانك الشعراء. كل التحايا لهذا الحضور الجميل معنا الليلة في ليل وسماء ونجوم شاعرنا، وسعيدين بتواجدك معنا، وإن شاء الله تتكرر اللقاءات بإذن الله. الشكر وسعدت بهذا التواجد للجماهير وكل المستمعين، أطيب التحايا. الله يخليك يا رب. وإن شاء الله أننا بين الأيادي وأبد رحنا الإشارة. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله لنا لقاء آخر قريب. كل التحايا لك شاعرنا فارس مهدي، حياك الله. وشلون ما أدري كيف روحني في روح، ما كنت أصدق بندماجك يا الأرواح، ما أقول أحد يمشي معي ويني ما أروح، ما أقول أنا أمشي معاه ويني ما راح، أول أحس بأن الغلا ضحكي ونزوح، ثمرة سوالف بيني مركة ومسباح، أثر الغلا بالوتاحة في سجروح، لوات مشاعر بيني ذابح وذباح، ما يعرف الرحمة ولا يستر البوح، عزي لمن مثلي على جمرها طاح، أدري خطأ مني ولا ني بمسموح، أشكي في روحي وأنا فيك مرتاح، بس أدريني عاشقك فيك مذبوح، بين الرجا والياس ضايعة الأفراح. ليل وسما ونجوم تركت الياس في ثوب القديم ويد طلابك، تعبت انهار في غربة
وانت تبكي في شرقه. طلبتك لو تحبيني ابد لا تقولي اشيابك، معي نبته تموت ان كان غير بدمعتك تسقى، واذا دمعك مغرق وجنتينك هدي اعصابك. اريد ابشرك واطمنك باثنيننا غرقه. نسيت اقول في اخر لقاء خبيت جلبابك، وكل ليله اشمك فيه اطيب واجمل وانقى. احاول انسف غروري عشانك وارضي اعجابك، وانتي تلعبي بقلوبنا لعبه من الاشقى. انا الاشقى اذا ما ذقت ولا شفت عنابك، واذا ما كنت غصنا تلتجي له كنك الورقه. واذا ما صرت في اقسى سنين الحزن سحابك، فانا الاشقى وربك بالضماير اعلم وابقى. اسبوعي يمر من دونك عجزت اتحمل غيابك، تبين اتحمل المعنى الحقيقي الصرف للفرقه. ولو قلتي لي بتلقى من اللي تسحر البابك، اذا بتلاقي عيوني عيون القلب ما تلقى. احبك يا عساني اندفن لو كنت محيابك، احبك لين روحي للسماوات السبع ترقى. وتركت الياس في ثوب القديم ويتطلابك، تعبت انهار في غربة وانتي تبكي في شرقة، ورب الكون لو ما تطلعي نسهر على بابك، ونوح وتسمع الحارة اريد ابقى اريد ابقى. الله الله يا سلام، صح لسانك، يعطيك العافية. هاي جديدة؟ هاي جديدة والله، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حمود. طبعا احنا حابين نبارك لك أيضا المركز الأول في مسابقة أثير. الله يبارك فيك، والحمد لله رب العالمين، من الله سبحانه وتعالى، وتستاهل هذا التميز الدائم طبعا في هذه المشاركات. بالنسبة لمسابقة أثير، هناك نقد كان أيضا من الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد، فما عرف تداولوه المثقفين والشعراء في الجروبات في المواقع التواصل، يعني حول كلمته. انه ايش كانت كلمته؟ اقولها انت. هو قال انه ما فهم شيء، يعني انه ما فهم شيء في الشعر الفصيح. طبعا كان في الشعر الفصيح ولا كان في الشعر الشعبي؟ كان في الشعر الفصيح، وقال ما فهمت أي اللي قالوا شعراء الفصيح. طبعا عبد الرزاق عبد الواحد استاذ وشاعر كبير وله تجربته الشعريه. يمكن خان التعبير، يمكن او وهذا وجهه نظره في نهايه الامر تمثله هو، يعني وتمثل تجربته وتمثل توجهه الشعري. انا حي من هذا المنبر حي اثير والقائمين عليها على الجهد الجبار، يعني مسابقة بهذا الحجم وتكريم بهذا الحجم. يعني بادرة خير رائعة جدا، تستاهل وتستاهل الطيب، وأتمنى أن تكون أوسع. في الفصيح كانت لشعراء الوطن العربي، أتمنى تكون الشعر الشعبي لشعراء الوطن شعراء الخليج، بحيث تكون أنها أوسع وجوائزها فهمتني تكون أكبر أيضا. أكبر نعم. فهي بادرة وبداية طيبة. نعم، نتمنى بالفعل مثل هذه المسابقات والفعاليات أنها تقام في السلطنة. نعم. وأيضا تستقطب رموز جميلة ونجوم أيضا من شعراء الخليج والوطن العربي. إحنا الرسائل عموما ما رجعنا لها، في رسائل موجودة هني، وطبعا مسي بالخير على الجميع. و9054 56 رسائلكم لحمود وأبياتكم الشعرية أيضا، مساء الخير والإحساس والطيبة. شكرا للشاعر أصيلة على تألقها بتقديم هالبرنامج، شكرا لك. ونرحب بالشاعر حمود بن وهجة، مهندس الأبيات وصانع الكلمات، وله كل التقدير والحب من محبيه، والله يوفقه في مسيرته الشعرية. شرفني وسعدني، جزاكم الله خير. يقول حبيت أشارك معكم بالأبيات أو بالبيتين. تعال اسكن خفوقي واجعله بيت، بيت يبيك ولا يمل ولا تمله، من يوم شفتك يا حور العين حسيت ان كل ما فيني تحرك من محله. شكرا لك. ما ادري من صاحب الابيات او صاحب هذه الرسالة. ان كان تبغى الصراحة ابكت ابكى
أو أبك تشافيت واصبح ولا فيني شيء إلا توله متوله بك لصبحت أو مسيت وصارت توله يشغل البال كله. تحياتي عبد الله المخمري إذن صاحب الرسالة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجوعك يسمي، أنا شاعر وأحب الشعر وأتمنى لك كل خير وربي يوفقك. حمود التوبي. ونعم يا حمود، جزاك الله خير. شكرا يا حمود. مسائك ورد أصيلة والبرنامج يحلو بوجودك، شكرا. أتمنى أسمع قصيدة منك إهداء لشخص غالي سالم الكثير من صلالة. إن شاء الله في نهاية البرنامج بنقول بيتين ثلاثة وإن شاء الله توصل الإهداء ولا يهمك. مساكم جميل يا جميلين، الناس تحتفل بحفل التخرج وأنا أول ما استلمت الشهادة حطيت السماعة على أذني وتابع البرنامج. المنتصر البلوشي. نعم مبروك. شكرا المنتصر ومبروك لك التخرج، شعرنا، يعطيك ألف عافية. المنتصر أيضا من الشعراء الجميلين. أيضا عندي أظرف هنا وما زلنا نتريى رسائلكم على 9045 وعلى أيضا صفحة البرنامج 1 2 3. اختار لنا واحد من الأظرف وبعد بنختار بنشوف مين اللي دخل الأظرف على أساس أنه يكون معنا في المداخلة. حط في بالك يا رب أحصل شيك في مليون ريال يا رب. تصير لك مثل هالمفاجآت؟ صارت لك مفاجأة؟ والله يا ليت، أنا ما عندي ناس تحب تفاجئني كثير يعني. ما عندك ناس تحب تفاجئني؟ خلايا الناس اللي تحب تفاجئني جزاهم الله ضحك أيمن. طيب إن شاء الله يمكن سبحان الله تجيك مفاجأة في يوم من الأيام. كلنا نختار طبعا الفائز. الفائز بالمركز نشوف الفائز بالمركز الأول. أيضا أنت مصر على هذا الرقم ولا تحب تغير رأيك؟ راي. طيب اختار واحد منهم. اختار هذا. طيب تختار هذا رقم 3. طيب أيمن إذا سمحت لنا تأخذ الرقم 3 نشوف منه اللي بيكون داخل الظرف. بيكون داخل. حصل شخص يعني داخل. بيكون داخل الظرف. طبعا نشوف الأشخاص الموجودين. إذا رسائلكم على 90456 مستمعينا، وأكيد نرحب بالجميع، وأيضا على صفحتنا في آت شباب راديو أمان أو على الهاشتاج ليل وسماء ونجوم. وطبعا أنا عارف أنه في رسائل أيضا جميلة موجودة معنا. سليمان الجوهري جهوري شكرا أيضا للمتابعة، أصوات جميلة نستمع لها في البرنامج مع بوح القصيد من تقدم لتقدم. سليمان العاصمي شكرا لك. علي خاطر النجادي تحياتي لك أصيلة، وسلام خاص من شباب فريق العهد ببلاد صور إلى المبدع بن وهجة. الله يسلمكم من الشر. شكرا يعطيك ألف عافية. فريد المحروقي تحية للشاعر الكبير حمود، مبدع في انتقاء الجمل الشعرية وأبدع في شاعر المليون. شكرا لك يا شكرا لك يا ابن الظفار كاتب. هو هو طبعا من ولاية ضنك. أتوقع أنه تخالط ما بينك وبين كامل. طبعا كامل البطحر نوجه لكل تحية، وأيضا الشلة الجميلة الرائعة. والله وين كامل شخباره؟ كامل الحمد لله توظف يعني، ومن توظف ما يرد على حد. ايه عشان كذا ما يرد على حد. طيب اللي توظف ما يرد على حد خلاص. انا بتوظف ان شاء الله وما برد عليه باذن الله. ما تخرج من جامعة سلطان قابوس للحين؟ من هو انت؟ انا ان شاء الله اني بتخرج. كم باقي لك يعني؟ وبعيد 8-9 سنوات ان شاء الله بخلص. ليش انت شو ما اخذ الدراسه؟ لا ان شاء الله قريب قريب. انا ادرس علاقات عامه هني جنبكم في مدينه الاعلام. نعم جميل. وباقي سنه ان شاء الله وبتخرج. انت حاب تدخل في الاعلام؟ انا ملاحظه هالشيء. صوتك اذاعي على فكره حمود. والله جزاك الله خير يعني، لكن ما نريد ان شو اسمه استانس حمود. لا بالعكس، ليش ما تكون لك فرصه يعني انك تكون يعني مذيع؟ دام انك انت في داخلك هالرغبه. توجهاتي ثانيه، لكن الاذاعه جميله جدا ولها ناس مثل شرواش استاذ اصيله يعني. خليك وخلونا بعيد. ما بتغتر بعدين؟ لا لا ليش جد. طيب ناخذ المداخله. قول مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد. يا اهلا وسهلا. سرور. كيف الحال؟ بنعم الله يسلمك. ايش حالك؟ بخير جالك بخير. ما راح اقول اسمي ترى. خليه هو. طيب انا راح اقول موقف، راح اقول موقف يمكن حمود يتذكر اللي على الخط الحين.
موقف لا تكلمني كذا يقول منو ما راح أقول. الموقف طبعا في مهرجان الشارقة العام قبل سنتين تقريبا، نعم. مو هذا اللي راح، اللي قبله، نعم. كان حمود في أمسية، وكان في أحد الشعراء المميزين من مملكة البحرين يسمعك ويتابع وحاضر طبعا في المهرجان. فلما شاف حمود شفت راهو يسألني لما شاف حمود انه هذا الشاعر طبعا من السلطنة ومشارك، تفاجأ فيك وفي اطلالتك وفي قصايدك، وقال هذا خلاص، يعني ايدي في ايده ما راح اترك هذا الشاعر، هذا مجنون مو شاعر طبيعي. ما تذكرت حمود، انا قاعد اتذكر منو طيب أذكر. طيب في يعني صور موجوده للحين أكيد تجمعك أكيد فيه؟ اكيد اكيد. مين؟ فيصل المريسي. شوف والله زين تذكر، الحمد لله. انت تقول مغرور، ترى ما مغرور ريال. مرحبا وسهلا، مرحبا بهالصوت. على فكره انا ما كنت اتمنى ان تعرفي بالمقدمه، لاني كنت اتمنى انه هو يعرف الصوت. طيب صوتك صوتك ما غيب من طريق جده البحرين. يا مرحبا فيك شاعرنا فيصل المريسي من مملكة البحرين، سعيدين فيك وسعيد جدا بتواجدي معكم بهذه المداخلة. تسلم. أمام قامتين شعرية الله يخليك لهنت أبدا، وإذاعة تميزت في الأداء الراقي والأسلوب الجميل. الله يخليك حمود، أسف أني ما أطول عليكم، شاعر جدا رائع، شاعر قبل يكون شاعر هو إنسان. لكن أنا راح أتكلم بنقطة ويسمح لي حمود. يا ويلك بهالنقطة على الهواء، لكن راح أقولها. مسموح. الإبداع إذا تخلله نوع من الغرور سرعان ما ينتهي. صحيح. مو راح ينتهي كشاعر، راح ينتهي كإنسان. أنا لاحظت، شوف حمود عزيز علي وأخوي أحب حيل، شعره جميل ويعجبني، لكني لاحظت يعني إلى درجة أن تكتب له شيء في الانستغرام أو في تويتر أو في الفيسبوك أو في أي مكان، حتى في الواتساب ما يرد على أحد. لا ترى النقطة ممكن أنت تفسرها بطريقة ثانية، لكن المتلقي أو المتابع لك يعني يأخذها بنوع من الحساسية، لأن الآن إحنا ملزمين أن إحنا نكون متواصلين مع الكل، وخاصة الناس القرابة والمحبين لك. أنت عزيز وغالي ودائما يعني على البال ودائما بيننا تواصل يعني. حبيب لا لا، شوف أنا لأني أحبك لازم أكون صريح معك. طول عمرك. الشغلة الثانية هو سؤال حمود، بعد مشاركتك في شعر المليون كيف تجد نفسك في الساحة الشعرية؟ هل خدمتك المشاركة في شعر المليون؟ وهل حملتك مسؤولية أكثر مما كانت عليك من قبل لتقديم الأفضل؟ لأنك أمام جمهور غير الجمهور السابق، يعني صرت في إطار جديد وفي علاقات واسعة، فلابد أنك تكون بصورة مختلفة ومغايرة عن ما كنت عليه سابقا. أنت مبدع متميز، وتمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك، واحنا سعيدين فيك وسعيدين ايضا بهذه المداخله الجميله فيصل، وباذن الله نشوفك معنا هنا بالاستوديو في عمان ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا لك يا شاعرنا فيصل المريسي من مملكه البحرين، حياك الله. كيف، ايش رايك في كلامه؟ والله اوجه له تحيه، عزيز وغالي فيصل يعني من ايام الشارقه اول ما التقينا. وهو تكلم في نقطة طبعا مهمة، الله يبعد عنا الغرور وإياكم. لا بالعكس يعني ما تغير شيء، لكن أحيانا الظروف تحدك أنك تتواجد بشكل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي. الله يعلم أني أحاول جاهد أني أرد على كل الرسائل وكل المنشنات في تويتر، واحد. اثنين، في الانستغرام يعني مثل ما انت ملاحظه يعني صعوبه الرد، لان الردود توصل لاكثر من 30 40 رد. صحيح. فرقمي موجود وحسابي في تويتر موجود، واي شيء اي شيء في خدمه الشعر وخدمه الوطن وخدمه اي شيء انا مستعد حال ومال. نعم، يعطيك العافيه. نبي نسمع قصيده. تم. قال لا. صدقني الوحده أجمل شيء، خلك وحيد واظهر كمهلال عيد الفطر عقب البطا،
ولما عن العالم الثرثار تبقى بعيد، لا تخطي الفهم ولا يفهمونك خطأ. في شعبة غرب وادي ضنك من كل صيد، هذاك منزل حبارة وذاك مربى قطع، وسلاح ما هو مصرح ورث يدي سعيد، بالمختصر لا يباع ولا حد ينعطى. البيئة تعيلنا والناس ما حد يحيد، إلا أهل الدار وأهل الدار ستر وغطى. وراسي من الكيف والمقيال جدا سعيد، وإخوان شمة معي ما بين أخذ وعطى. ما عندي إرسال والجوال ما به رصيد، خارج نطاق الحزن والفرح نجمه سطى. وإن قلت فرقاه عيد أقول فرقاه عيد، من يوم ربي خلقني ما أناظر وطى. واللي يبانا يينا ما معانا بريد، يا يهتدي بالنجوم أو يهتدي بالخطأ، ويبشر بما أنعم الله من حلال وقصيد. من قوم تعطي الجزال ولا تدور عطى، دامي عن العالم الثرثار جدا بعيد، لا بخطي الفهم ولا يفهموني خطأ. يا سلام، صح لسانك، صح لبدك. مليت دنيا الكذب والقلب مل، أما عشير الصدق ما حد يمله. مليت دنيا الكذب والقلب مل، أما عشير الصدق ما حد يمله. والناس ما تنسى مهما حصل، والناس ما تنسى مهما حصل. محبوب عند الله معروف بصله، معروف بصله. يا ابو حسين يسر قلبك بل وبل، تصير بك مفتوح. الصبر يا قلبي المحزون. المثل ما شفت بالإخلاص والحب مثله. حبيبي كان نعم المثل، ما شفت بالإخلاص والحب مثله. لا غيب لحظة من عيوني سأل، لا غبت لحظة من عيوني سأل. أصبحت مثل في عيوني أشلة، في عيوني أشلة. مهما عدو ذاك الجبل ليحرسك ويصون. ضايل وفاة، ضايل وفاة. الصبر يا قلبي المحزون، الصبر حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في ليل وسماء ونجوم. شاعرنا بالاستوديو حمود بن وهجة
بيض الله وجه الشاعر حمود بن وهقة والشاعر صالح المخيبي أم فارس والشاعر فارس مهدي، منورين البرنامج والفضل يعود الشاعرة أصيلة وبرامج المتنوعة. شكرا لك وطبعا على جهودها المتميزة حمود بن علي الجنيبي، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وشكرا لرسالتك أيضا الجميلة. نكمل الظروف، شو رأيك حمود؟ نكمل وبعد نسى مخرجنا الرائع من الحبس يعني وجه له تحية. نعم يستاهل كل خير. إيش نسى؟ نسيت تقول اسمه. هو مبتسم من ما شاء الله من البداية. نزال الله خير. اختار واحد منهم ونشوف هذا. زين الحين بيختار. الحين طيب هذا ما أدري أنا من بيكون داخل الضرب، بس بنشوفه وبنسمعه وبنسمع مداخلته أيضا إن شاء الله. حمود، في أشياء قادمة جديدة حاب تتكلم عنها؟ أي بإذن الله تعالى. فيها ديوان صوتي. ديوان صوتي راح يكون في الأسواق إن شاء الله تعالى. جميل. لكن يعني ننتظر، خلاص سجلت القصائد كلها. راح يضم قصائد وطنية واجتماعية وعاطفية قصائد منوعة، وإن شاء الله راح أكشف عن الجهة الراعية لهذا الديوان الصوتي جزاهم الله خير. نعم. وراح يكون متوفر في الأسواق، لكن لحد الحين ما عارف متى وما عارف الآلية كيف، لكن الأكيد بيكون لكم إن شاء الله تعالى نسخة من الديوان بإذن الله تعالى. طيب حمود، صفحتك بالإنستغرام نشوف شوية بعض الصور الموجودة هني. نعم. طبعا هذه الشلة الجميلة في الطيارة لمدينة بريفان عاصمة أرمينيا. نعم. انت والجماعه طبعا كامل بطحري كامل وعلي الغنبوسي وسعيد الحجري. نعم. وش سالفه المغبي؟ ترى في جزاهم الله خير في الطيارات هذه اللي فيها مكان تدخل فيه الفلاش او فيشرشوا تليفوناتهم الربع، فكل واحد ماسك مغذي اقول يعني ما يقدر يستغنى عنه. حلوه. كنتم مسافرين مع بعض اي نعم في هذه السفره، اتوقع بعد شعر المليون هذه. بعد شعر المليون، بعد الضغط. هو شوف شعر المليون كان كثر ما انه حلو، كثر ما انه كسبنا فيه اشياء وايد، لكن الضغط نفسي علينا فتره كبيره كانت في فتره المشاركه، والحمد لله طلعنا نغير جو ورجعنا طبيعيين. نعم. انا اشوف هني مجموعه من صور الوالد موجوده هنا بالصفحه. هنا هني في مناسبه يعني ايضا هنا كاتب الوالد الله يحفظه يترأس الاجتماع الدوري لغرفة تجارة وصناعة عمان في الظاهرة. اي نعم، هو عضو في غرفة تجارة وصناعة الظاهرة ورئيس المؤسسة الصغيرة المتوسطة هناك، وحاليا مسافر في الصين وماليزيا لرد بالسلامة. ما شاء الله، ان شاء الله يرجع بالسلامة بإذن الله. بنرجع ان شاء الله نستكمل ألبوم الصور في صفحتك بالانستغرام وناخذ المداخلة. قول مساء الخير. مساء الخير. انت بتصير مذيعة، كيف تستقبل المكالمة؟ اكيد. طيب مساء النور والسرور. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا شاعر حمود، كيف الحال؟ مساء الخير. النور والسرور، يا هلا بالغالي. هيا على طول عرفت صوتك. الحمد لله بنعم، ايش حالك؟ طمني عنك. طبعا والله، والله انا اتوقع ان عارفني وما عارفني للامانه يعني متلاقين من قبل كم يوم وصوتك ما غاب عني. الله يسلمك، الله يسلمك ويعافيك. حياك طبعا خميس السلطي الاستاذ. نعم. الرائع ووجه له الف تحيه، يسعد مساك. الله يسلمك. اولا انا امسي عليكم كلكم وامسي على المستمعين لكار من خلال هذا البرنامج الطيب. الله يخليك. وهي فرصه لان اعترف يعني من خلال هذا البرنامج، وانا مسؤول عن اعترافي اني انا معجب جدا 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 بحمود بن وهقة الشاعر والانسان. يا سلام، الخلق يعني صاحب الخلق الرفيع. وللأمانة أنا أقول لك من النادرين من الشعراء اللي يتعامل كذا بالسجيته الرائعة وأيضا عدم التكلف، وبعدين يكفي أنه نسمع شعر مختلف. وأنا أقول دائما حمود المختلف جدا يعني. نعم. مثل ما قال دكتور صالح الشادي في قصيدته المختلف جدا، فانا انا انا متوجه تحيه. نعم. حمود هو المختلف جدا من بين زملاء الشعراء الشباب الحين. وربما شهادتي تكون في مجروحه، لان ايضا بيننا تواصل يعني كاخوان كاصدقاء وكزملاء. ومن هذا المنبر يعني انا اؤكد يعني على هذا الشيء، وسعيد
جدا أني أسأله، ربما أسئلتي قد تكون بسيطة. والله أنا ما حيدك أسئلتك بسيطة خميس أنت، يعني أنت يعني أسئلتك ما شاء الله يعني جهنمية مثل ما يقولون. طيب عموما أنا خليني أكمل عفوا أختي أصيلة. فأيضا من الأشياء اللي أحرص عليها دائما أني لما تتوفر عندي الأوقات، وتتعرفي وضعنا الصحفي والانشغال بالحين وآخر بلا شك، لكن أحرص أني أحضر أمسية للشاعر حمود بن وهجة. يا سلام، كل هذا حق حمود والله يستاهل. لا 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 للأمانة والله الأمانة، وأنا أقول لك مسؤول عن كل كلمة أتكلم فيها يعني أو أتكلم من خلالها. نعم. استضافة حمود اليوم هو أيضا شيء إيجابي وشيء محفز أن الواحد يستمع إلى البرنامج رائع في هذه المساءات الطيبة. وسؤالي ما أدري هل هو وقته ولا بعد عندكم كلام آخر ممكن تضيفوه علي أو شيء. أنا والله كذا عرض عليكم والله احنا يعني. بس متريين صوتك وبس وسؤالك الجميل اللي حاسة أنه مشتاق من أكثر من 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 فقرة يعني السؤال، فأكثر من شك. فأعطي سؤالك يا خميس. سؤالي يعني مركب. قبل كل شيء حمود إنسان جميل قبل عن كون شاعر. أسأله عن التواصل بين الشعراء السابقين، بين الأجيال السابقة والأجيال الحالية. كيف يقيم حمود؟ ما هيش مشاهداته؟ يعني احنا مثلا لما نتحدث عن الشعر النبطي العماني وبدايات الأولى، نعم، نتحدث عن الأستاذ الرائع المرحوم ربيع العلوي رحمة الله عليه، الله يرحمه. أيوة. يعني نتحدث عن سليمان الروات، ونتحدث عن أسماء كثيرة أيضا، أحمد الشيحي، نتحدث عن محفوظ الفارسي، نتحدث أيضا عن مسعود الحمداني، وأسماء كثيرة أيضا في أسماء في الوقت الحالي فوق الجيدة وممتازة إن صح التعبير. نعم. أنا أسأل حمود كيف رؤيته أو تقييمه لهذا التواصل بين الأجيال؟ نعم. كيف استفاد حمود من الأسماء الماضية؟ هذا سؤال واحد أو سؤال السؤال رقم واحد. السؤال الثاني، حمود يعني ماذا أعطى للجمهور من خلال الشبكة العنكبوتية، وماذا قدم للجمهور أيضا؟ هذا السؤال الثاني. نعم جميل، بارك الله فيكم وأكرر الساعات الطيبة. الله يسلمك يا حمود، وإن شاء الله كذا نسمع إجابتك، أسمعها بطريقتي الخاصة هناك تبشر. إن شاء الله جزاك الله خير. طيب يعطيك ألف عافية، إحنا سعيدين بك شاعر والصحفي خميس السلطي، وبأسألتك أيضا إن شاء الله رح يجاوب عليهم، بس أنت خليك متابعنا. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، تفضل. والله التواصل بين الشعراء السابقين والحاليين في الساحة، يعني نعم، معظم الشعراء السابقين هم لا زالوا موجودين على الساحة، يعني لم ظهروا إذا ما ظهروا إعلاميا في الأمسيات يظهرون في الجرائد ويظهرون في أمسيات. حضورهم معانا ومتابعتهم لنا وتحفيزهم، يعني أستاذ مسعود الحمداني موجود دائما ونلتقي دائما وبين التواصل. سليمان رواس أنا وياه عملنا أمسية مع بعض، وهذا بحد ذاته تواصل كانت في ثمريت. أحمد الشيحي يعني تجربة كبيرة نستفيد منها وظاهرة شعرية كبيرة. هناك أنا ما يعني أتفق معاك في نقطة، أن هناك حلقة مفقودة بين الجيل الحالي والجيل اللي قبله. أنا شخصيا أحاول أستفيد استفادة تامة من شعراءنا السابقين، لأنهم سبقونا في الساحة وتجربتهم الشعرية أنضج من تجربتنا، وهذا الكلام ما يختلف عليه اثنين. بالتالي أنا مستفيد منهم استفادة تامة، وأعرض عليهم على كثير من الشعراء قصائدي لازال لحد الحين يعني. جميل. اثنين، ماذا أعطى جمهور الشبكة العنكبوتية وتويتر لحمود وشو اللي قدم لي الجمهور؟ الجمهور قدم لي أكثر من اللي أعطيته أنا. ممكن أنا أكتب أبياتي في تويتر أكثر شيء، لأني حساب فيسبوك وقفته الفترة الماضية، ركزت اهتمامي على تويتر وإنستغرام. الجمهور قدم لي كثير من الحب ونشر أبياتي وقصائدي وحفزني للمتابعة للكتابة. ترى تويتر اختصر عوالم كثيرة كانت مجرد نشر في الصحف والجرائد والمجلات الخليجية والمحلية، لكن الحين أي شخص بإمكانه يقول كلمته في أي وقت في أي زمان في أي مكان وتوصل أبعد مدى. نعم. جميل،
نسمع قصيدة. تم. عشان الوقت اللي يروح هذا ما نبغى فعلا ان يروح ما سمعنا الجديد حق حمود. طيب انت رايح، انت رايح وين عني تسألين؟ يدري المجنون هو رايح لوين؟ الحياة بلا حبيب بلا دفا تشبه الحرب وحياة اللاجئين، لاجئين ويحملون اللافتات، إننا للأرض حتما عائدين. يمكن الدنيا تدور ونلتقي يوم ولا شهر أو يمكن سنين، حظنا مثل المطار المزدحم وكل هالعالم جموع مسافرين. بسألك بالله في هذا الصخب كيف ممكن يلتقون العابرين؟ انت رايح وين عني تسألين؟ نفترق أرحم ونحن ساكتين. هاتي كفوفك أريد أقبلك، والله ما تعود تقبيل اليدين. مثلي يموت وعيونه بالسما، منحنا إلا السجود والدين. هاتي كفوفك وخلي شاعرك، شاعرك مغرور لكنه حزين. لا تلوميني عيوني حايرة، عين على الماضي وعلى اللي جاي عين. الجهات الأربعة متشابهة، هم وحدة انكسارات وأنين. انت ما اخترت الفراق ولا انا، يعني نبقى بالالم متشابهين. انت رايح وين عني تسالين؟ الحبايب في الزمن ذا مجرمين، يسجنوا فيهم شعور ويسجنوا ويضطهد احساسهم في الحالتين. وانت مسجونه وانا منسجن، وعمره المسجون ما يكفي السجين. النصيب يشابه بيوت الغنى، مو صدى بيبانها للطارقين. والفقير يردد هتاف الأمل، الله يوسع لكم يا محسنين. كان حتى القمح في راس الجبل يرمى للطير، كنا مؤمنين. اعذريني ما عرفت وادعك، وكل عام والغلابة طيبين. كل عام نشهق غبار وشقى ونزفر من الضيق، ضيق ونيكوتين. انت رايح وين عني تسألين؟ انت رايح وين عني تسألين؟ الله وناظر دمعتي يوم ادرجت، يوم شفتك ناوي ترحل بعيد، يوم كلمتك وصديت خرجت. اذهلتني دمعة الحزن الاكيد، قف وناظر دمعتي يوم ادرجت، يوم شفتك ناوي ترحل بعيد، يوم كلمتك وصديت خرجت. أذهلتني دمعة الحزن الأكيد، أذهلتني دمعة الحزن الأكيد. كلمتين إن كنت بقول أمرجت، دمعتين سكرا حبل الوريد، ولا عليها لوم بالشوق أدمجت. ما تريدونه على ما كنت أريد، وكلمتين إن كنت بقول أمرجت، دمعتين سكرا حبل الوريد، ولا عليها لوم بالشوق أدمجت. ما تريدونه على ما كنت أريد، قف وناظر دمعتي يوم أدرجت، يوم شفتك ناوي ترحل بعيد، يوم كلمتك وصديت خرجت. أذهلتني دمعة الحزن الأكيد، أذهلتني دمعة الحزن الأكيد.
المديرة. على فكرة ترى أيمن يعني ما احنا نسولف أيمن يدش علينا على طول على الهواء، بس احنا حاب نوجه لمديرتنا طبعا الأستاذة عفراء طبعا كل تحية لأنها تتابعنا، ويعني نتوجه لك التحية أيضا. وأيضا ندى، شكرا ندى، من ساعة قلنا بنسمع بن مهجة نبي نسمع قصايدة وهي متابعة لك، يبدو أنها كانت متابعة لك من فترة أيضا طويلة. شكرا للرائعات عفراء وندى. طبعا هني في رسالة بن وهجة، وهجتنا بمتابعتك وهجة كلها ذوق، وعلى الخط يا زينة من بوحك الغالي، وشكرا على تواصلك الله يحميك محمد المشايخي. شكرا لكم، أكيد يعني هذه المتابعة يستاهلها حمود. حمود باقي عندنا 3 دقائق، ايش رأيك تعطينا فيهم قصيدة؟ أعطيكم قصايدي 3 دقائق وثلاث معقولة ثلاث عيل هاي طيارة. يلا نسمع. والله الليل خل الوحيد اللي زمانه جفاه، مرات زاره قمر مرات ما من قمر، ينبش اللي بقى من ذكريات بعصاه، يضحك ويبكي ما ندري حزنه ولا سمر، وانا لي ايام دون شعور يالس معاه، نفس المعاناة تجمعنا ونفس الامر، مشتاق للي مواعدني تعود المياه، وانا على وعدي الموعود كدلي عمر، نيتبا مر حارتهم ذكرته الوصاه، طالبك لا غبت صوب بيوتنا لا تمر، وانا ولد قوم تحفظ عهدها متعصاه، ونسوق للخير والعدوان صفره، وحمر اروح وارجع ابا مروته ولا صفاها، حرمت عمره ولكني عجزت اعتمر، وان قالوا الناس توب من الهوى قلت لا ما توب طاريه، لو بيتوب مدمنه خمر، اتذكره يوم كنت اذوق حال الشفاه، تمر نعماني ومن اجود صنوفه التمر، وعيونه اللي تنسيني ضغوط الحياه، كانها لروع ابواب السعاده ممر، او شعره المنسد لقدامه ومن وراه، ليلا يا ليل الردوف الراهية يستمر، والحضن مالوم لا شفت الرضيع اشتهاه، في القيض ثلج وبرد في البرد شبت جمر، والله اخرج نبيه ادم اللي عصاه، لذلك اخاف بعض احيان اقطفه ثمر، يربى على عود حيرني رواه وضماه، رويان من كل صوب وراوية رويان من كل صوب وضامية من الضمر، واذا مشى وقفوا له في عبور المشاه، يقرون عزين طاها والمسد والزمر، سبحانه اللي وهبه من الجمال وعطاه صفاوة، كن في كوب الحليب انغمر، قولوا له يعود وبقلبي غداه وعشاه، ويحطب من ضلوع صدري مثل عودة السمر، يا كثر مدعي عسى الله يصلحه ويهداه، العمر يمضي ولا ادري كم بقالي عمر. الله يسلام، يعطيك العافية وصح لسانك. انت عارف منو اللي كان في الظرف رقم 1؟ لا واتصلنا عليه ترى ما يرد. من هو؟ من هو تتوقع؟ ترى واحد من الشلة اللي كان مسافرين مع بعض بالطيارة. سعيد علي؟ لا، كان علي الغنبوصي. علي الغنبوصي الله يهديه ويصلح باله، أول عماني يركب على الفيل. لا بس في صور انتشرت على الفيل لما كان مسافر. نعم، وجهله تحية علي، ما أدري ليش ما ترد، بس عموما لك كل التحية، وكان ودنا أيضا نسمع صوتك. عموما شكرا لك. شكرا لك أصيلة على الاستضافة الرائعة، شرفني ويسعدني، وعسى ما يعني ثقلنا على المستمعين الكرام. أوجه لهم كلهم تحية، وجزاكم الله خير على المتابعة وليلة سعيدة. الله يخليك، وشكرا لكم متابعينا طبعا على هذه المتابعة، وإحنا سعيدين بكم كل تابعنا من داخل السلطنة وخارجها، وطبعا اللي طلب الأبيات وبيهديها على عزيز راح أقولها الحين بعد شوية بعد ما نقول أسماءنا، ونقولكم إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم مع ليلة السماء ونجوم. هذه تحياتي أصيلة السهيلية وأيمن بن محمد الحبسي، وإحنا نوجه تحية أيضا للعماد للعطور على هديتهم لضيفنا وهداياهم دائما متواصلة مع ضيوفنا، وطبعا الإعلان اللي كان نزل قبل شوية يعني إحنا
نقول للعماد العطور شكرا لكم على هذا التواصل الدائم معنا وهداياكم المميزة، وطبعا يعطيكم ألف عافية. تقبلوا مني كل التحايا، حياكم الله. ودي أشرب صوتك وأروي ضماي وأتبعثر من حديثه وأسكره، ودي أشرب صوتك وأروي ضماي وأتبعثر من حديثه وأسكره، ضحكتك يا نور عيني كاس شاي وبحة أنفاسك حبيبي سكره. الليل ما يحلى إلا إلا بجلة شوق، الليل ما يحلى إلا إلا بجلة شوق، والقلب ما يسلى كاش الهوى كاشو، انت الحالة كله وانت الهوى واهله، وانت الحالة كله وانت الهوى واهله، يا حلو يا غالي يا زينة المجلس، دقة ورا دقة غنى حياة الحب للحسن والرقة، يلي معاها القلب دقة ورا دقة غنى حياة الحب للحسن والرقة، لأنفسها أشعار وقلوبها أوتار، لأنفسها أشعار وقلوبها أوتار، حنت لها الأنغام وتردد المغنى، حنت لها الأنغام وتردد المغنى. والليل ما يحلى إلا إلا بجلة شوق، الليل ما يحلى إلا إلا بجلة شوق، والقلب ما يسلى كاس الهوى كاشو، وانت الحالة كله وانت الهوى وأهله، وانت الحالة كله وانت الهوى وأهله، يا حلو يا غالي يا زينة المجلس. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
خذ راحتك ما عادها تفرق معي تفرق معي تبي تغيب ونفترق خذ راحتك شكرا على ذوقك وبس لا تدعي لا تدعي انك صريح وشكرا لصراحتك خذ راحتك ما عادها تفرق معي تفرق معي تبي تغيب ونفترق خذ راحتك شكرا على ذوقك وبس لا تدعي لا تدعي انك صريح وشكرا لصراحتك ما كان غيرك في حياتي مطمعي في قلبي الاوحد وقلبي ساحتك من كل درب ودرب اسعي لك سعي وامواج حبي من غلاك اجتاحتك راحتك ما عاد تفرق معي تفرق معي